والله ثم والله إن التوحيد أجمل شيء في الدنيا. ومن الخسران العظيم أن يدخل إنسان الدنيا ويخرج منها دون أن يعرف أو يذوق أجمل شيء فيها. وليس هذا فقط، بل تكون خسارته أو يكون خسرانه هو الخسران المبين الذي لا أشد منه. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وهو أطيب شيء وأهنأ شيء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة عليه. حري بالمسلم أن تعظم عناية بهذا التوحيد. ثم لا يكون حظ الإنسان من التوحيد مجلس يجلسه مع شيخ شهرا أو شهرين ثم يقول تعلمت التوحيد. التوحيد ينبغي أن يكون معك معتنيا به عناية مستمرة. انظر كيف أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة في اليوم والليلة جاءت تؤصل للعبد التوحيد وتمتن العقيدة في قلبه وترسخها في فؤاده، مثل قراءة آية الكرسي والأذكار الماثورة في أدار الصلوات. انظر إلى التهليل الذي يشرع لك أن تقوله دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دين ولو كره الكافر. هذا كله تمكين وتمتين وتقوية للتوحيد وتجديد له، لأن التوحيد والإيمان تأتي أمور وتضعفه. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن هذه عملية تحتاج إلى عناية مستمرة.